الحقيقة بالنسبة لشريحة كبرى من الشعب اللبناني، إيران وإسرائيل وجهان لعملة واحدة، لأنهما ينتهكان سيادة لبنان. أنا لست معنيا بمشروع إيران، ولست معنيا بتصدير ثورتها، ولست معنيا بضخها السلاح في لبنان. إن إيران لا تحترم أصول العلاقات الدبلوماسية بين الدول. إيران تتباهى أنها تسيطر على 4 عواصم عربية بما فيها لبنان. إيران تتباهى أن لديها 7 مكونات عسكرية، منها حزب الله وغيره في الدول العربية. إيران تعتبر أن من خلال انتهاك لبنان أضحت على خط تماس، على جبهة مباشرة مع إسرائيل. لذا طيب. لا يمكن، لكن لولا إيران وحزب الله لابتلعت إسرائيل لبنان، لا شرقية لا غربية. غير صحيح. أعود، لقد لم تسمح لي أن أكمل الفكرة. فضل. منذ اتفاقية الهدنة سنة 48 أو 49 حتى بدأ العمل الفدائي في جنوب لبنان في منتصف الستينات، كان هناك شبه استقرار على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية. حين دخل العمل الفدائي والعسكري انعكس الأمر، اجتياحات في لبنان، سقوط قتلى وشهداء في لبنان، تدمير لبنان. إذن الضغط الدبلوماسي واتفاقية الهدنة استطاعت أن تحمي لبنان، وعاش لبنان أكثر مرحلة ازدهار طيلة 30 عاما. فلنكن موضوعيين ولنجري قراءة ماذا قدم هذا العمل الفدائي والعسكري، وماذا جلب إلى لبنان. لم يجلب سوى الويلات إلى لبنان.